كيري إليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك آمين. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستوفين أن نتوقف القادمين يا أبانا الذي في السماوات. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. يا الله رحيم واحد الخيرات، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك في كل حال لأنك سترتنا وساعدتنا وحفظتنا وأشفقت علينا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. نطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا في سلام بمخافتك. باركنا وبارك شعبك وبارك موضعك المقدس هذا. أبعد عنا كل تجربة وكل شر، وارزقنا كل خير بنعمة ربنا يسوع المسيح آمين. ارحمنا يا الله برحمتك وفي كثرة رأفتك أنحو معصية. اغسلني جيدا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، أنا عالم بمعصية وخطيئتي أمامي كل حين. إليك وحدك خطيت، وأمام عينيك فعلت الشر. أنت صادق في أقوالك ومبرر في الحكم علي. وأنا في الإثم ولدت، وفي الخطيئة حبلت بي أمي. وأحقك في أعماقي وعرفني أسرار الحكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، واغسلني فأبيض أكثر من الثلج. اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام التي سحبتها. أحجب وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا طاهرا اخلق فيا يا الله، وروحا جديدا كون في داخلي. لا تطرحني من أمام وجهك ولا تنزع روحك القدوس مني. رد لي سروري بخلاصك وأرسل روحك فتسندني. ويعلم العصاة طرقك والخاطئون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله أيها الإله مخلصي، فيرنم لساني بعدلك. افتح شفتي أيها الرب فيجود فمي بالتهليل لك. أنت بذبيحة لا تسر وبمحرقة إذا قدمتها لا ترضى. ذبيحتي لك يا الله روح منكسرة، والقلب المنكسر المنسحق لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صيام وأبني أسوار أورشليم. فتسرى بذبائح صادقة بمحرقة وتقدمة تامة، لعجول تقرب على مذبحك. هللويا. تسبيحة قروبي من النهار المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا. يتقي الرب ويسلك في طرقه. إذا أكلت من تعب يديك فلك الهناء والخير.
مثل قرنة مثمرة تكون امرأتك في جوانب بيتك، ومثل أغراس الزيتون يكون بنوك حول مائدتك. هكذا يبارك الرب الذين يتقونه. يباركك الرب من صهيون لترى خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك. سلام على إسرائيل. هللويا. فصل رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أفسس، بركته علينا أمين. وأطلب إليكم أن الساجين في الرب أن تعيشوا عيشة القانون المقدس لأبينا القديس بنديكت في الفصل 58 عن الإجراءات لأجل استقبال الإخوة الجدد من الفقرة الأولى وحتى الفقرة 14 من الفصل. لا يمنح الوافد الجديد إلى الحياة الدائرية دخولا سهلا، لكن كما يقول الرسول اختبروا الأرواح لتروا هل هي من عند الله. لذلك إذا شخص ما يأتي يظل طارقا على الباب، وفي النهاية إذا بعد 4 أو 5 أيام قد أظهر نفسه صابرا ومتحملا مشقات وصعوبات الدخول، وقد أصر ملحا على طلبه، بعد إذن يسمح له بالدخول ويمكث في بيت الضيافة لأيام قليلة. بعد ذلك يعيش في الابتداء حيث يدرس المبتدئون ومعهم يأكل وينام. المدبر المختار لأجل مهارته في ربح النفوس يجب أن يعين للعناية بهم ويحرصهم بانتباه. العناية سواء بالمبتدئ الساعي بحق إلى الله أو بالذي يظهر اشتياقا لأجل العمل الإلهي لأجل الطاعة ولأجل التجارب. المبتدئ يخبر بوضوح بكل الصعوبات والمشقات التي ستقوده إلى الله إذا يعد بالبقاء في ثباته بعد إذن بعد انقضاء 2 شهر، ليكون القانون مقروءا إليه بشكل مباشر كما هو، وليخبر هذا هو القانون الذي تعيش تحته وتختار أن تخدمه. إذا استطعت حفظه تعالى، إذا لم تستطع فأنت حر لتغادر. إذا ما زال صامدا فليؤخذ مرة أخرى إلى الابتداء، ومرة أخرى يختبر كليا في الصبر. بعد مضي 6 أشهر القانون يقرأ له، لذلك لعله يعرف ما هو مقبل إليه. إذا ظل ثابتا سمح أن تمر 4 أشهر أخرى، وبعد إذن تقرأ هذه القواعد له مرة أخرى. فإذا بعد تأمل مستحق بعد يعد بحفظ كل شيء وبطاعة كل أمر يعطى له، لندعه يقبل بالتالي إلى الجماعة. أبينا القديس بنديكت صلي لأجلنا.
الإخوة الأحباء، يقول القديس بنديكت في قانونه: اسمع يا بني فعليم معلمك، وانتبه لأذني قلبك لنصائح الأب المحب، اقبل بإرادتك واحملها بكل نشاط لك. بعد إذن الكلمات التي خاطبتك والتي بها تتخلى عن جميع رغباتك الخاصة بك والدخول إلى خدمة المسيح الرب ملكنا الحقيقي، فقد حصلت على القوة والذراع الممجدة بالطاعة. أبونا ماكسيمينيان مسؤول الجماعة جماعتنا الرهبانية، هؤلاء هم الإخوة الذين تم قبولهم ليكونوا مبتدئين في جماعتنا الرهبانية، فقد عاشوا معنا واجتازوا متطلبات مرحلة التمهيد، والآن هم يرغبون في تقديم ذواتهم بشكل أعمق لعيش طريقة الحياة البنديكتية. أيها الإخوة الأحباء، هل أنتم مستعدون لعيش عالم الاجتماع هذا بشكل أكثر جدية ولتدريب على عيش في جماعتنا الرهبانية؟ نعم، نحن مستعدون بمعونة الله. هل تريدون اتباع القانون المكتوب بحسب القديس بنديكت؟ نعم، بمعونة المسيح. هل أنتم مستعدون ألا تتفضلون أي شيء على المسيح ولخدمة الرب؟ نعم، بمعونة الروح القدس. لذلك أنا أقبلكم إلى الابتداء ويواصل ربنا يسوع المسيح ويكمل العمل الذي بدأه فيكم. إكراماً وماجداً ماجداً وإكراماً لطالوت القدوس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يستعطف هذا الاحتفال الدخول إلى مرحلة الابتداء بشكل رسمي للإخوة أبونا إيمانويل صبحي والأخ ماجد لطيف، حيث إنها فترة أعمق لتمييز، حيث يعيشون ويدرسون النذور التي سيقومون بها كرهبان بنديكتين أبرار. مرحلة الابتداء هي وقت لتمييز يساعد المبتدئ على اكتشاف إن كان مستعدا بإلزام نفسي للحياة الدائرية أم لا. فقد كررت من أجل عطاء وقتا ومكانا لتأسيس حياة الصلاة من خلال ممارسة الصلاة صلاة ربية والتخوص، فدراستي في مرحلة الابتداء تتضمن قانون القديس بنديكت وتاريخ الحياة الدائرية وتقاليدها، متعلمين من خبرة رهبان
الذين قد عاشوا هذه الحياة لعدة سنوات. فيسعى المبتدئ إلى النمو في معرفة الذات وإمكانية العيش في مودة تضامن حساس لاحتياجات احتياجات الآخرين والعمل بشكل عام على خدمة جماعة ربانية متضمنا الأعمال الدائرية والعمل بزراعة والممارسات العملية. عندما اندموا إلى مرحلة التمهيد في وقت سابق تسلموا ذوبا ربانيا وحزاما. ذلك يعني أنهما قد بدأ حياة جديدة. أما اليوم كل منهما يتسلم حرملة ونسخة من كتاب نظام حياة رابانا البنديكتية ونسخة من تشريعات الخاصة بالإقليمنا الراباني ملكيديس أوديل واسما جديدا. عادة الاسم الجديد الذي تم اختياره فهو لأحد القديسين الشفاعي الذي سيكون نموذجه المقتدى به ليعيش على مثاله، أو ربما يكون قديسا لديه تقوى خاصة. كمبتدئين سيعمقون أنفسهم بشكل أكبر في الحياة الدائرية مستمرين في تمييز تعودهم لحياة مقدسة بواسطة الصلاة وإرشاد روحي وتعليم. نسألك أن تبارك المؤشر لحياتي أن رتبة الاحتفال ببدء مرحلة الابتداء تتضمن التذكير وتحديات. فأخوانا الاثنين يتم تذكيرهم
لأنهم مبتدئين عليهم أن يستمروا في تقوية علاقتهم بالله والكنيسة في هذه جماعة ربانية. فوقت الابتداء سيساعدهم على تقوية علاقتهم بالله وجماعة ربانية التحدي الذي يختبر إذا كانوا بالفعل يسعون إلى الله. إذا أظهروا شوقا إلى عمل الله من أجل الطاعة ومن أجل التجارب التي سيأتي كما قرأنا في القانون القديس بنديكت الفاصل 58. ونحن كمسؤولي تكوين دعينا إلى قبول مسؤولية الإرشاد ودعم إخوتنا المبتدئين، فسوف نقوم بدعمهم من خلال الطاعة دواتنا وقدوتنا في شهادة لحياة الدائرية. أيها الإخوة الأحباء، الحرملة الدائرية التي تلبسونه اليوم كانت منذ أيام الأولى علامة للطاعة وتسير إلى نير المسيح. ومصطلح نير المسيح قد عني به الطاعة، لذلك حياتكم كمبتدئين ستأخذ سمة الطاعة للإنجيل وقانون القديس بنديكت والكنيسة والجماعة الربانية والتشريعات الخاصة لإقليمنا. يرافقكم الله وجميع قديسي الأطهار باسم ثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، آمين. أيها الأخ أبونا إيمانويل، من الآن اسمك في حياتك التي اخترتها سيكون أخ إيمانويل. أيها الأخ ماجد لطيف، من الآن اسمك في حياتك التي اخترتها سيكون أخ أنطونيوس.
أيها الرب يسوع الذي رسم له أن يرتدي جسدنا الفاني، نسألك أن تبارك هذه الملابس الذي أراد أباءنا القدماء أن يلبسونها بواسطة الذين أنكروا العالم كعلامة تواضع والطاعة التي سيرتدونها قدامك هؤلاء لكي يصبحوا مستيقين الارتداء معك يا من تحيا وتملك إلى الأبد. يا رب اسمعنا، يا رب ارحمنا، يا رب باركنا. أيها الأخ عمانوئيل، البس هذه الحرملة كعلامة بأنك على طريق مع إخوتك في جماعة الكنيسة. أيها الأخ أنطونيوس، البس هذه الحرملة كعلامة بأنك على طريق مع إخوتك في جماعة الكنيسة. أيها الأخ إيمانويل، اقبل هذا القانون وهذه التشريعات الخاصة بذلك من خلال اتباعك لها في جماعة إخوتك، تتقدم في طريق نحو الله. أيها الأخ أنطونيوس،
اقبل هذه القانون، هذا القانون وهذه التشريعات الخاصة بذلك من خلال اتباعك لها في هذه جماعة الأخوتك تتقدم في طريق نحو الله. برحمتك يا رب ولا كخطايانا.
واجعلنا مستيقين أن ندعوك قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.